طب يا جماعه نتابع فقراتنا. دكتور احمد حضرتك دلوقتي هتشرح للفريق استاذ خالد الكلمه دي بدون اي كلام في 10 ثواني. اوكي تمام سهله خالص. جاهز؟ يلا اتفضل. 1 2 3 انفجار. ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. ها ايه؟ كنافه. ناموسة. للأسف يا جماعة الوقت خلص. الإجابة الصحيحة هي الأرض. الأرض؟ إيه يا عم الدكتور اللي أنتوا جايبينها لنا ده؟ أنتوا اللي جهرة عملت لك الانفجار الكبير ومدارات الكواكب التسعة حركة دائرية وقلت لك إنه الكوكب الثالث. ودي بقى يعني دي كانت إيه دي؟ ضرب التبانة. خلاص. لا مش ممكن بجد. اهدوا يا جماعه. اهدوا برضو. الدكتور اقامه علميه كبيره ولازم نحترمه. بس يا دكتور بس بقى يعني هات من الاخر سهلها لنا. يعني عايز تقول الارض اهي. ما انا بسطتها لك يا سيدي. خلاص يا جماعه خلاص حصل خير ان شاء الله تعوضوها في المره الجايه. دلوقتي مع السؤال التالي الدكتور يتفضل. اتفضل يا دكتور. تمام جاهز؟ ركزوا معايا بقى مش عايز غبا. 1 2 3 بسط يا دكتور بسط. حاضر يا سيدي هبسط. حطاب. قطعي شجرة. نشر الشجرة. اللهم طولك يا روح. ركبها. كمليه. للأسف يا جماعة الوقت خلص. كرسي يا عمي كرسي من خشب العرو ومشوش لك لميع. طب ما تنجز نص ساعة عشان تقول كرسي. ما هو مشوش وشين. عايز اعمل لك حاجة نظيفة ولا تاخد حاجة؟ ايه كلام غبي. على فكرة انت بتجيب لنا كلمات صعبة. وحياة امك. ايه امك دي؟ لا يعني امك دي كوهارد واحنا مدينا حاجة جديدة. دي لا يا جماعة حصل خير يا جماعة نحترم الفريق المنافس. اعمل ايه بس يا خالد؟ اهدى كده يا ابن عمي. ها ننتقل للسؤال الثالث لفريق استاذ خالد. يا رب تفلح. يلا يا دكتور. ها يلا وحيات امك بسطهم. ها بسطهم. يلا يا دكتور اتفضل. 1 2 3 سيبهولي بقى ده ابراهيم. انا عرفت سكته مش عالم وبتاع. سيبهولي. يلا يا استاذ. يلا. ها كوكب. قبه سماويه. جسم كوني غريب. ذرة هيدروجين. بس واحد بيشوط كوكب. بس كورة. وهي ضمك. للأسف فريق أستاذ خالد 0 والسؤال الفيصل هيكون بست نقاط. والمفاجأة يا جماعة إنكم لو جاوبتوا السؤال ده غلط هم هيكسبوا. لا يا عمي لا ده ظلم. بعد إذنك.